وسهلا يا ريس، شرفتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. قلت لك ابوك يا خورشيد، ليش هيك قالب خلقتك؟ اللي انت شو لك شغل بالسمك يا ريس؟ كان شغل ابي، شو نسيت؟ ابوك ما كان يشتغل بصيد السمك، كان يشتغل بتهريب سلاح. اكيد كان يطلع يصيد السمك يا خورشيد، وكان يجيبه على البيت، وكنا ناكل سمك من الصبح. المرحوم كان يشتري السمك من الصيادين، هو ما كان يأذي الحيوانات مثلك انت. الله يرضى عليك، سكر لي على هذا الموضوع بقى. الله يرضى عليك، سكره. يلا تعال تعال نمشي، بدنا نروح. بنساني سبتم ايدا دنيالارا بلدردم، بنساني سبتم ايدا dünyalara bildirdim endirdin kaşlarını babani babani mi öldürdüm endirdin kaşlarını babani babani mi öldürdüm عمي انت بتعرف كل شيء عن العزوبيه مو؟ مثل شو؟ نحن منحضر كل شيء. عمتي خديجة هون كمان، طلع على البلكون. بتحضرون يا ابن أخي بتحضرون، جاي الأيام لتحضرون. يلي ما فهمته، شو علاقة السجق بالعزوبية؟ بحياتي ما سمعت منطق مثل هذا. مثلا أخي كان أعزب وقت كان يحضرون وما يخلينا نساعده. إيه؟ يعني أنت عم تواصل التقاليد؟ ها؟ ايه ايه بس اخي ما كان يحضر السجق بمثل هذا الوقت. بعتقد بيكون عم يشتغل بالسمك هلا، كل يوم من الصبح بيقعد وبيقلي بهالسمك. الصبح بكير؟ طبعا ابني. ليك اذا رح تطلع على البحر من الساعة 3 الصبح مشان تصطاد السمك، فاللي بتاكله الصبح بيكون الغداء. فهمت شي؟ مو باين على وشك. أنا ما فهمت هو ليش عزمني على الأكل، يعني كمان بالمزرعة كنا عم ناكل سجق. أنا اللي حبيت إنك تكون موجود معنا. مروة، خالك والشباب رح يجوا، روحي شوفي إذا كان بدهم مساعدة. ماشي.